السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أدهم من سينتاكس. طيب، اللي طلعنا بيه من الدرس اللي فات إن إحنا إزاي نعمل الأوثنتيكيشن في إن إحنا نستخدم الكوماندز اللي هي الراوت اللي هو يوز لارافيل. هنا لو كتبت لارافيل يو أي فيو لارافيل 8 إصدار رقم 8، ف في ال هنا هيقول لك ان انت بتعمل كومبوزر ريكوايرد لارافيل يو اي، بعدين بتستخدم بي اتش بي ارتزان يو اي فيو وبي اتش بي ارتزان يو اي فيو اوس. طبعا هو المفروض ان انت كده بيأهلك ان انت ممكن تشتغل بفيو، بس ما اعتقدش اغلب الناس ممكن تشتغل فيو. هنشتغل بوت ستراب عادي. انا روحت جبت هنا في الابليكيشن نفسه بتاعهم، جبت الجافا سكريبت من البوت ستراب، وهو مستخدم بوت ستراب بشكل عادي. يعني ممكن تجيب بوت ستراب سي دي ان وتستخدمه هنا، مش هيسبب اي مشكله في التطبيق العملي. ان شاء الله هنراجع الموضوع ده. احنا هنا بس دلوقتي عايزين نمشي نعرف ايه الحاجات اللي هو ضافها وبتشتغل ازاي. طيب انا هاخدهم واحده واحده. اول حاجه هو ضاف جيت ميثود بتروح على لينك اسمه لوجن. اللوجن ده بيشو لوجن فورم، يعني المفروض ان انت لما تكتب هنا كده لوجن بالشكل ده ان هو يوريك الفورم بتاع اللوجن. بس هو ليه عمل لي بعتني على الهوم؟ لان انا مسجل دخول، فانا لو دوست هنا على اسمي هيعمل لي لوج اوت بالشكل ده. كويس قوي. هروح هنا بس في اللوكال هوست البي اتش بي عند عند قاعه البيانات. لو جيت هنا بعد اللوجن، يعني كده اول حاجه عرفناها اللي هي اللوجن. لما باجي ادخل بحط الداتا بتاعتي عادي، فهو هنا ده جيت ريكويست. تاني حاجه هنا البوست بيستخدم اللوج اوت اللي احنا عملناه من شويه، فبيعمل لي لوج اوت. لكن هنا بوست، هنا بوست لوجن، بوست لوجن بالشكل ده لو سجلت دخول فبياخد البيانات دي يعمل لها فاليديشن، يشوف لو موجوده في قاعه البيانات ولا لا. لو موجوده بيدخلني، مش موجوده مش بيدخلني. الكلام ده كله لارافيل بيعمله لوحده، يعني انت مش بتعمل اي حاجه غير ان انت بس بتحط الكومنتس اللي احنا قلنا عليها. طيب هروح عند الريجستر وهحط هنا اكونت جديد من 1 ل 8 وهدوس ريجستر بالشكل ده، هيسجل لي دخول. يبقى كده الريجستر عندي منها نوعين، هنا واحد جيت فده بيشو الريجستر فورم ريجستريشن فورم، وواحد بوست ده بيعمل ريجستر بيسيف الداتا في الداتا بيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حلو قوي. طيب قلنا لو انا عملت لوج اوت يبقى انا كده بستخدم هنا اللوج اوت، بستخدم بوست ميثود بيوديني عند لوج اوت في اللوجن كنترولر بيعمل لي لوج اوت. جميل قوي. خلونا نروح تاني عند اللوجن. لو رحت هنا عند الفوجت باسورد ودخلت الايميل بالشكل ده وبعت سند، هنا بيروح يدور في قاعه البيانات، لو لقاه بيبعت لي ريسيت ايميل، بيبعت لي لينك علشان اعمل ريسيت باسورد. ده ايميل ممكن نجيب ايميل موجود فعلا لكنه مش هيبعت، لان انت لازم تظبط اعدادات الميل هنا في اليوزرز. ممكن نجيب ايميل موجود في قاعه البيانات فعلا، يعني هو دلوقتي اديت له ايميل مش موجود فقال لي وي كانت فايند ذا يوزر وذ ذات ايميل ادرس. لكن لو اديت له ايميل موجود بالشكل ده، هو هنا لقاه وبيحاول ان هو يبعت ايميل لكنه مش هينجح، لان احنا مش مظبطين اعدادات الايميل، ودي هيكون ليها درس جاي ان شاء الله. طيب يبقى كده عرفنا ان هي باسورد ايميل سيند ريسيت لينك ايميل، واحده جيت وواحده بوست. الجيت بتظهر الفورم والبوست بتبعت، وبعد كده بيبقى عندي واحده تانيه جيت، وهنا بيقول لك ان الكونكشن مش شغال بسبب ان احنا مش حاطين اعدادات الميل. لما بيبعت لينك بيبعت لك بعد كده لينك بتدوس عليه بيظهر لك فورم زي ده، بس بتحط فيه الباسورد بتاعك. يعني هو مظبط كل الحاجات دي. دلوقتي هنسجل دخول 1 2 3 4 5 6 7. طيب ونروح هنا نفهم ايه اللي بيحصل هنا. اول حاجه هنا هو ضاف لي ملفات في الفيوز اللي هي ليها علاقه بالاوز، بس عايزين نروح للفولدر الفايل الرئيسي اللي هو ده. هو هنا كونفيج اب نيم او بيحط لارافيل، يعني بيروح يجيب الاب اللي احنا حطيناه في الانف اللي هو ده ويحطه هنا. لو قلت مثلا بلوج واحد ريلود بلوج واحد بالشكل ده، بس احنا هنسميها بلوج بس. طيب بيحطه هنا، وبعد كده بيحط ملف سي اس اس، وعنده بالشكل ده بيحط ملف ملف جي اس وملف سي اس اس. هنا في السي اس اس في ملف اسمه اب دوت سي اس اس هو ضايفه، وملف اسمه وفولدر اسمه جي اس جواه فولدر فايل اسمه اب دوت جي اس. انا طبعا انا اللي ضايفهم، ف
ففي التدريب ان شاء الله هنراعي الموضوع ده، هنستخدم بوت ستراب تماما، بوت ستراب سي دي ان، هيبقى الموضوع اسهل. طيب نيجي هنا، هو هنا بيقول له ايه، ومش لازم نركز في الكود قوي، انا عايز الفكره نفسها تبقى مفهومه. جست اف راوت هاز لوجن، لو الراوت ده عنده لوجن، يعني بيقول له ايه، بيقول له لو في لوجن بالشكل ده اظهر له اللوجن اللي هو ده لوجن لوج اوت. طيب خلينا نعرف يعني ايه الاول جيست. جيست ده لو زائر، يعني هو في الوضع الحالي ده زائر مش مسجل دخول. خلينا كده نروح عند اللوجن، هو في الوضع الحالي زائر مش مسجل دخول، يعني في المنطقة دي بقوله لو مش مسجل دخول اظهر له الكلام اللي انا بكتبه هنا ده جيست. لكن لو مش جيست هيبقى هو حاجة اسمها اوثنتيكيشن. فالاوث ده بيديني يوزر، واليوزر ده اكيد فيه نيم، بيديني يوزر كوليكشن، الكلام ده هنشرحه بعدين او هنشرحه يعني. واللوج اوت بعد كده، وحاطط لي هنا ان انا اعمل لوج اوت عادي، يعني هنا بيقوله لو جيست، لو هو زائر مش مسجل دخول اعرض له عادي اللوجن واعرض له عادي الريجستر. طيب لو مسجل دخول else بتاعت الجيست يبقى اعرض له اسمه اللي هو هنا بالشكل ده، لو سجل دخول هتلاقيه عرض له اسمه هنا وعرض له كمان اللوج اوت. كويس قوي. وهنا مستخدم اليلد كونتنت علشان يغير المحتوى بالشكل ده، علشان لو رحنا هنا عند الاوس، رحنا عند اللوجن مثلا، هتلاقيه عامل اكستند لللاي اوت اللي هي دي الاب اللي احنا كنا فيها، وبيحط الكونتنت بتاعه هنا، بيحط سيكشن كونتنت، يبقى هو مثبت الملفات اللي فوق دي وبيغير بس الكونتنت بالشكل ده. طيب لو رحنا هنا عند HTTP كنترولر، الهوم كنترولر، هنلاقيه ضايف حاجة هنا غريبة قوي، خليني اقولك عليها. لو خدت اللينك بتاع الهوم ده وعملت لوج اوت، احنا هنا بنتكلم عن مفاهيم يعني، لسه الكلام ده هنتكلم فيه بطعمه اكتر، وحاولت اروح على صفحة الهوم هتلاقيه بيعمل لي ريدايركت على اللوجن بالشكل ده. خلينا نسيب هنا عشان بس نشيل الكلام ده. طيب يعني انا لما حاولت اروح هنا على الهوم منعني ان انا ادخل وبعتني على صفحة اللوجن. ليه؟ تعال نشوف هنا في الراوت في الويب، حط لي راوت اسمه هوم اللي انا بحاول ادخل عليه دلوقتي اللي هو بالشكل ده. كويس. الهوم ده بيروح فين؟ بيروح عند الهوم كنترولر، بيروح على ميثود اسمها اندكس. هتروح عند الكنترولرز هتلاقي فايل اسمه هوم كنترولر، فعلا في ميثود اسمها اندكس، بس هنا بيقول له ذس ميدل وير اوس. ايه هو الميدل وير؟ سلايدز. الميدل وير ده عبارة عن حارس بيقف في النص ما بين الطلب وما بين الفيو او الكنترولر، يعني بمعنى اصح خلينا هنا نعملها. انا لو عندي هنا، انا قلت له مثلا ايه بالشكل ده، جه يوزر قال لي I want to enter a website بالشكل ده، فالميدل وير ده عامل زي ان هو بيعدي هنا مثلا على جارد، يقول له هنا جارد حارس، يقول له show me your ID علشان because I want to check if you I want to check if you have permission to do this action مثلا. يبقى هو الجارد او الميدل وير هنا مهمته ان هو زي الحارس اللي بيتاكد ان اليوزر ده عنده صلاحيه ان هو يعمل حاجه زي كده، وهنعرف ازاي نعمل ميدل وير ونشتغل عليه وكل الحاجات دي. طيب هنا هو عايز ان هو يبقى ميدل وير اوثنتيكيشن. يعني ايه اوس؟ اوس هنا معناها اوثنتيكيشن. لو رحنا هنا عند الفولدر بتاع الميدل وير، وده اول مره نستكشفه، هنروح عند الميدل وير، هنروح عند اول فايل اسمه اوثنتيكيشن. خلينا نشوف ريدايركت اف اوثنتيكيشن، هي قصه هنا طويله، خلينا نركز في المفاهيم الاساسيه الاول. فكره ان هو هنا بيقول ان هو اوس، هو لازم هنا يبقى اوثنتيكيشن، لو مش اوثنتيكيشن بيبعته على اللوجن. هنعرف ازاي دي بتشتغل بشكل اعمق في فكره اوثنتيكيشن. كويس، او في الميدل ويرز، جميل قوي. طيب بيضيف ايه تاني؟ خلينا نشوف كده الراوتس معانا ايه. طيب خلينا بقى نظبط الملفات بشكل احسن من كده. يعني انا ممكن عند الهوم هنا، عند اللاي اوتس، سيبنا من اللاي اوتس بتاعنا، ممكن عند صفحة البوستز اعمل اكستند للاي اوتس، للاي اوتس دوت اب الفولدر ده،
هعمل هنا ريلود علشان صفحة البوست نفسها بالشكل ده يبقى فيها اللوجن والريجستر. يبقى انا بدل ما كنت بروح اخد اللاي اوت بتاعي من اللاي اوت اللي احنا عاملينه، لا انا هاخده من اللاي اوتس اللي هو عامله من صفحة الاب اللي جوه البوست. نفس الكلام هقول له كله لاي اوتس دوت اب وهاخده بالشكل ده عند كله عند الشو كمان. علشان كده هنا بالشكل ده لما ادوس بلوج اروح على الباث الرئيسي ادوس كرييت، خلينا نظبطها ادوس بس سيف بالشكل ده. يبقى انا معايا اللوجن والريجستر اقدر ان انا اشتغل معاهم عادي. هنا ايديت، هنا ايديت او اعمل ديليت او اي حاجه او اشوف حتى البوست مفيهوش اي مشكله. طيب كده احنا ظبطنا اللاي اوت بتاعنا وعملنا اللوجن والريجستر. ممكن اجرب اسجل كمان مره، سجلت دخول اسمي ظهر فعلا، رحت عند الهوم وبالشكل ده كويس قوي. طيب هنستكفي الموضوع لحد هنا علشان بس الدرس ما يطولش وعلشان الموضوع ما يخشش في بعضه، وان شاء الله مع الشرح والتدريب المفاهيم هتوضح اكتر، وفي حاجات كتيره لسه هنتعلمها وهنعرف اكتر عن لارافيل في الدروس الجايه ان شاء الله. اشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.